لو الحكاية فيها إن فيدو محلينا حق عشوائيات حزبة النخل، عشوائيات حزبة النخل، كل واحد بالدليل بتاعه. محدش راضي يسمعنا ولا حتى في الشارع ولا أي حزب تاني. والله العظيم ولا في الشارع ولا في الشارع متحمس مش عايز يسمعنا. ومحسن فات بيقول لك الحكومة اضربوه والله العظيم عشان ما يقولش ولا إيه. أنت بطل حد يسمعنا، إحنا بنتدرب يا ناس عايزين حد يسمعنا، حد يحس بينا. أنا لو يحوك أنا ما كنت حقك. عايزة كلام العقل ولا عايزة نضحك عليك؟ لا عايزة كلام العقل ولا إيه؟ لا عايزين الضمير، بيضحك عايزين الضمير. عشان دلوقتي وقتك وشوية موظفين لا بيقدموا ولا بيأخروا. ماشي، احنا عايزين حد مسؤول، حد مسؤول. احنا مرميين في الشوارع، خلي التلفزيون يجي يشوفنا. حرام، ده احنا كام 55 يوم في الشارع، 55 يوم بطيئنا عشوائيات حزبة النخل، بيدوا ناس مش معانا.